في حياته الشخصية دراما حقيقية، وفي سيرته الفنية مشوار طويل من الإبداع المختلف والاستثنائي، وفي نظرته للفن والحياة أمل وألم، أمل في ملامسة واقع جميل، وألم على واقع السينما المصرية الذي بدا متابعا ومتأملا لها الآن أكثر من مشاركته فيها. قبل الكتابة للسينما والتلفزيون كان بشير الديك قاصا وروائيا، وقبل هذا وذاك تخرج في كلية التجارة، لكن داهة السينما المصرية أوقعته في غرامها، فكنا نحن على موعد مع مشاهدة أفلام صارت علامات بارزة في تاريخ السينما، وما زلنا ندين بالفضل للعاشق الكبير بشير الديك. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام. يمكن بعض الناس بيرتبط ارتباط بأفلام اتحفرت جوانا، لكن هذا البعض ما بياخدش باله مين اللي كتب السيناريو، رغم أنه السيناريست دايما بيكون زي ما بيقولوا العمود الفقري لأي عمل فني، هو الحدوتة، هو أصل الحكاية، حتى لو كان الورق زي ما بيقولوا عليه صناع السينما دلوقتي الورق، حتى لو كان الورق مش كويس هيكون الفشل هو المصير الحقيقي لأي عمل مهما حقق نجاح مؤقت أو لحظي. بقول هذه المقدمة لأنه إحنا في رحاب السيناريست الكبير الأستاذ بشير الديك. بشير الديك اللي صندوق ذكرياته مليان بالحكايات، واللي رصيده الفني كفيل بأنه يضعه ضمن أبرز من كتبوا السيناريو في تاريخ السينما المصرية. يكفي فقط ان احنا نفتكر سواء الاتوبيس، نفتكر الحريف، نفتكر ضد الحكومه، نفتكر ناجي العالي وغيرها من افلام كلها اصبحت محفوره في ذاكره السينما المصريه. برحب بحضرتك استاذ بشير واهلا وسهلا بك. يا اهلا بك، شكرا على المقدمه الجميله. ربنا يخليك. طيب يعني اكيد السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، اين انت من السينما؟ اين بشير الديك؟ اقول لك حاجه، يعني انا فعلا كنت بقالي فتره من قبل الثوره تقريبا وانا ما بكتبش. اخر حاجه كتبتها كانت مسلسلات تلفزيون، ولانه اللي كنت بقتنس بيهم وبقتنس وبقنس ليهم اصدقائي الله يرحمه وتوفوا، بدايه من عاطف الطيب ثم محمد خان ثم نادر جلال. ده اللي كان بنبقى فعلا عاملين هذه الدرجه من الامتزاج اللي هي حتميه وضروريه لكاتب السيناريو مع المخرج، لان هم رحيل هؤلاء اثر كثيرا كثيرا جدا. حسيت انك انت يعني حسيت بالوحده، حسيت باني ما فيش هذه الدرجه من الـ 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 الحماس والحب وانتفاء السبوبة. يعني عارف في حاجة اسمها السبوبة في هذه الحكاية ما كانتش موجودة بينا خالص، لأن كان موجود ان انت تبقى موجود داخل العمل وداخل العالم بتاعه ده مع محمد خان او مع عاطف الطيب او مع نادر جلال كذلك، يعني الله يرحمهم جميعا. طيب يمكن هذه الفترة حضرتك بتقول لي انك انت التفت لكتابة المسلسلات اكثر. طبعا المسلسل اللي هو يعني من العلامات البارزة في الفترة اللي فاتت، الناس في كفر عسكر، الناس في كفر عسكر وغيره. لكن موقعك بعيدا عن ساحة السينما خلال هذه السنوات ممكن يكون ادالك مساحة من التأمل، من التفكير عن حال السينما في مصر. شفتها ازاي؟ والله بص، انا شفت ان فعلا في عندنا مخرجين كويسين بس قليلين وشغلهم قليل فعلا، يعني قليل قوي، وهم اسماء قليله يعني مش كثيره يعني، لكن كميه اللي هم مش موهوبين قوي كتير، الموهوبين قليلين، وهو دايما في السينما كده، لكن في زارت قوي في الفتره الاخيره. وحكايه الورش ومش الورش، وانه ما دي لسه عايزين نتكلم عنها شويه. يعني ده خلى الحكايه تميل وتقترب اكثر من فكره السبوبه اللي هي ضد الفن بشكل مطلق، يعني يا اما فن يا اما سبوبه. ف ده اللي خلاني اتامل العالم ده. وعاوز اقول لك على حاجه، احنا لما طلعنا الجيل بتاعنا طلعنا مع بعض، فكنا بنأتنس ببعض، كانت أحلامنا
مع بعض. يعني انا ما قدرتش اشتغل مع الاساتذه الكبار اللي قبل كده مع ان في كان في عروض ان اشتغل معهم، يعني استاذ كمال الشيخ الله يرحمه والاستاذ صلاح ابو سيف الله يرحمه والاثنين دول واكثر، والاستاذ شريف استاذ شريف عرفه لا ابوه والده الله يرحمه الاستاذ سعد عرفه الراجل العظيم اللي عملت معاه فيلم مرزوقه، عملت معاه فيلم واحد اسمه مرزوقه. لكن اللي هم من دوري واللي شبهي واللي عايشين احلامي هم دول اللي قدرت ادي روحي كله كان للعمل معاهم. هل ده عفوا استاذ بشير يعني هل ده ممكن ندرجه تحت بند انه صراع الاجيال؟ يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي انه في مخرجين رائعين على الساحه بس قليلين، الاغلبيه مش كويسين. طيب ما هو في المثل اللي بيقول انه العمله الجيده تطرد العمله الرديئه، ده ما بيحصلش؟ لا هو العمله الرديئه هي اللي تطرد العمله الجيده، يعني هو القانون الاقتصادي اللي بيقول العمله الرديئه تطرد العمله الجيده. طب ده هو اللي حصل؟ الى حد كبير. الى حد كبير صحيح، يعني لانه يعني احنا كنا بنحلم حلم واحد مع بعض. اول ما طلعنا في فتره زهو قومي، طلعنا بعد فتره عاليه قوي في الحس القومي والقوميه العربيه والرغبه في الوحده والتحرر من الاستعمار الاقتصادي بعد الاستعمار الكولونيالي وهكذا. يعني هذه الفتره كان فيها جيشان، ولو شفت هتلاقي فيها كم هائل من المبدعين في هذه الفتره. يعني فاحنا كنا خاتمتهم، يعني بتوع السينما كان بيسمونا سينما الثمانينات، فكنا بنشتغل على الهامش الشعري للواقع وليس مجرد الواقع. يعني اساتذتنا اللي قبل كده كان شعر على الواقع، واقعيه يعني احنا كانت واقعيه بتاعتنا شعريه الى حد كبير، نشتغل على ذلك الهامش الشعري للواقع. فعشان كده كنا بنحب بعض وكنا قد بعض ومع بعض. ده وجه الاختلاف او الفرق الوحيد بين الواقعيه بتاعتكم اللي حضرتك بسميها الواقعيه الشعريه وواقعيه صلاح ابو سيف مثلا. مثلا الى حد كبير كمال الشيخ الى حد كبير. يعني لانه الاستاذ احنا كنا فوق الواقع شويه. يعني بنتكلم يعني بيسموه الميتا واقعيه. الاستاذ ادوار خراط الله يرحمه ده صاحب هذا التعبير، يعني الميتا واقعيه، ان انا فوق الواقع شويه فبدي روح الواقع مش الواقع الصلد. يعني الكرسي ده مثلا ممكن يبقى له روح ازاي؟ لان اللي اشتراه فلان الفلاني وكان بيقعد عليه ويا وتفتكر كان عمل ايه ويوم ما رجله اتكسر كان فيه ايه. هذا الوجود المعنوي للاشياء الماديه هو اللي كان بيحركنا قوي. وهتلاقي ده موجود في سواق الاتوبيس، في الورشه بتاعه سواق الاتوبيس، في 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 مع احمد زكي في ضد الحكومه بشكل قوي يعني وغيره. طيب يمكن ارجع للمقدمه بتاعتي يعني لهذه الفقره، هو ليه السيناريست مش اخذ حقه عند المشاهد ولا المخرج؟ ولا المخرج يعني اللي بياخذ حقه ده، وعلى فكره ده موجود في العالم كله النجم، يعني فكره الستار. الستار سيستم، الستار سيستم ده نظام هوليودي تم ترويجه عبر فترة طويلة جدا من السنوات، وبالتالي بقى هو الستار سيستم هو اللي بيبان لك، هو اللي بيبان على الشاشة وهو اللي بيعمل كل الأشياء وهكذا يعني. لكن المخرج مين يعرف سيدني لوميت من الشعب العامي، أو مين يعرف من الشعب العامي يوسف شاهين؟ أو ليه طب ما كانوا بيقولوا مثلا فيلم ليوسف شاهين، فيلم لمحمد خان يعني. هو ده لأنه الفيلم جت درجة الأمور على أن الفيلم ينسب لمخرجه. يعني درجة مشيت الحكاية كده. وده وطبعا هو المخرج في الاخر خالص هو المايسترو اللي بيقود كل الفرقه، يعني كل الكتابه والاخراج والديكور والمكساج والمكياج، يعني هو بيعمل الحاجات دي كلها مع بعضها، وعشان كده بينسب اليه الفيلم. طيب يمكن من حظنا ومن حظ يعني عشاق السينما وعشاق الدراما ان حضرتك موجود في هذه الساحه. يعني جيت لهذه الساحه من كليه التجاره، من القصه القصيره، من الاعمال الادبيه. صحيح. ايه اللي رماك؟ انا من وانا صغير كنت بعشق بشكل غير مفهوم، يعني ملوش مبرر عندي غير مبرر نفسي يمكن، بالقراءه. كنت اقرا بشكل معتوه، يعني وانا في ثانوي مثلا
كنت عامل تحليل لأحد كتب طه حسين في جماعة اسمها جماعة المكتبة، فاخترت الكتاب لطه حسين وعملت له تحليل وبتاع. غاوي القراية قوي، وبالتالي كنت حتى بيزعلوا مني في البيت يعني، والدتي الله يرحمها كانت تقول لي ذاكر ومش ذاكر وبتاع، فكنت اخبي الرواية جوه الكتاب وانا خلاص رافع الكتاب كده خلاص يعني. فهذه القراءة هي اللي بدأت تخلي تخلق عندي عالم، ان انا طب ليه ما اعملش كده، هذا العالم مليء بالصور والخيالات والبتاع. فكتبت القصة القصيرة مبكرا قوي. لما جيت في الجامعة ودخلت كلية التجارة، كلية التجارة سمحت لي بان اقرأ بشكل مجنون. فكان عندي رحلة اسبوعية بعملها، ان انا بخش السينما ثلاث افلام مع بعض، كان ايامها في ثلاث افلام مع بعض، وبعدين اطلع في بتاع دكانه كده بتبيع كتب، الكتب اللي رجعت من محدش اشتراها يعني، اللي رجعت من فكانوا بيبيعوها رخيصه. نصيبك بقى. ففي هذه الفتره قرات معظم الادب الروسي، دوستويفسكي دوستويفسكي ودورجينيف وكله كله، وتشيكوف العظيم يعني كنت بحفظه. وقريت كذلك الادب الاوروبي والادب الامريكي، كنت اعشق قوي قوي كمان الادب الامريكي، هيمنجوي واستاذه ستيفن يعني مش فاكر الاسماء، بس هي قريت كتير قوي قوي في هذه الفتره، لدرجه ان انا كنت اقعد اقرا مثلا بال 12 13 ساعه. فابقى خارج من البيت وانا رايح الجامعه زي ما اكون خارج من كهف مليء بالصور والخيالات والمش عارف ايه وكده، عوالم بالضبط بالضبط كده يعني، كنت اعشق ان انا اعيش في العوالم دي. وبدات اكتب قصه قصيره، وبدات انشر بعض القصص في المسا وفي مجله المجله وفي غيرها. لكن في يوم شفت فيلم، شفته في دمياط كمان في بلدنا يعني، ومش فاكر اسمه، لكن هو فيلم كان في لوكيشن غريب قوي، وكان في البطل بتاعه راجل صياد دببة وبياخدهم ياخد الفرو بتاعهم يبيعه وهكذا يعني، وعايش في حالة عزلة كاملة، وبتجيله واحدة تعيش معاه، وعالم عالم أقرب للعالم الأسطوري كده. فأنا ما شفت الفيلم ده قلت ده أنا هنا قوي، وبدأت أعمل حاجة سميتها القصة السينمائية، ودي كانت أول محاولة لكتابة السيناريو، محاولة للكتابة لما أراها الناس المتخصصين قالوا دي أقرب للسيناريو، وأنا بكتب وأنا في ذهن الفيلم بالظبط. لكن ما نفذناهاش، واتعرفت بقى على مصطفى محرم ودخلت من خلاله عالم السينما. طيب يعني ده كله يخليني ارجع لاهم اعمالك. بعض المبدعين بيبقوا احيانا في قرارات نفسهم بيبقوا متضايقين لما نقول مثلا بشير الديك اهم اعماله سواء الاتوبيس، ممكن بشير الديك مش عايز ده او ما يعتبرش انه سواء الاتوبيس اهم اعماله، او مثلا احمد زكي احلى فيلم له ضد الحكومه مثلا يعني، وهكذا. هل بتعتبر انه سواء الاتوبيس اهم اعمالك؟ هو اولا سواء الأوتوبيس هو اللي قدمني للعالم، قدمني بشكل قوي وبشكل اللي انا حبه للمتلقي وللنقاد وكذا. هقول لك على حاجه يعني، الفيلم ده اول حاجه يتعرض فيها كان مهرجان اسكندريه، وكانت النسخه لسه ما خلصتش. فانا وعاطف خلصت نسخه، طلعنا اول نسخه من المعمل وخدناها في العربيه بتاعته، كان عنده عربيه بتاع القنفسه دي، وطلعنا جري على اسكندريه ورحنا على الاوتيل اللي فيه الناس، وطلعنا وصلنا يا دوبك احنا ميعادنا، عارفين ان ميعادنا الساعه 3 ميعاد اول عرض في لينا الساعه 3، فطلعنا مثلا الساعه 1:30 نتغدى وكذا، فسمعنا الناس اللي قاعدين صحابنا بيتكلموا عن انه خلاص النتيجه طلعت، وانه الاول الفيلم الاول كذا والفيلم الثاني كذا، وفي ناس من لجنه التحكيم روحوا. فانا قلت لهم ازاي يعني لسه في فيلم؟ لسه في فيلم؟ قالوا فيلم ايه؟ قلت لهم سواء الاتوبيس. قالوا لا ما سمعناش عنه ده.
لما جت الساعه 3 خدت معظمهم قلت لهم تعالوا شوفوا فيلم. منهم كان عبد الحي اديب الله يرحمه، وكان احمد صالح الله يرحمه برضو، وعدد من النقاد يعني. ورحنا نشوف الفيلم، فحصل لهم ذهول، وده كان اقوى رد فعل انا حصلت عليه. وواحد منهم قال لي ايه ده، ايه اللي انت عملته ده، عملتوه ازاي ده وفين وامتى، يخرب بيوتكم وحاجات كده. فده كان قدمني اولا تقديمه اللي انا حاببها قوي، واخد بالك. بس قبله كان في حاجات، قبله كان في حاجات ما كانتش قويه قوي يعني. قبليه انا مش متذكر في حاجات كنت لسه مرزوقه عملته، لا مرزوقه بعد كده، مرزوقه بعد كده. المهم وكان بيتحط دايما في اهم ميت فيلم، ميت فيلم. صحيح في السينما. وانا حبيت له انا في درجه مميزه قوي من الاكتمال. يعني في الفكره القويه، في هو بيقولوا مرثيه للزمن السابق، لزمن الزهو والزهو القومي والدروع وكده يعني. وفي كمان يعني نجاح باهر في اختيار الفنانين اللي لعبوا الشخصيات، الممثلين اللي لعبوا الشخصيات. طبعا ده البركه في عاطف الله يرحمه. بس احنا كان معانا نور من بدري يعني، نور الشريف كان معانا من مبكرا يعني. بس فانا بحب الفيلم ده لانه جميل جدا. ده خليني اسالك استاذ بشير، تقيم لي تجربتك مع عاطف الطيب الله يرحمه. الله يرحمه عاطف الطيب، احنا تعرفنا على بعض فهو كان بيصور اول فيلم له اللي هو الغيره القاتله، وانا كنت بصور موعد على العشاء في اسكندريه، وكان معايا محمد خان. احنا كنا قاعدين في لوكانتين جنب بعض. هو بيصور نهار، انت عارف لما تصور في اسكندريه، لما تسافر اسكندريه تصور نهار، مش هتروح تسافر تصور، مش هتصور بليل يعني، ليل تعمله في الديكور او داخلي او كذا. فعشنا هناك، كان فيه صديق مشترك اللي هو سعيد شيمي، عرفنا على بعض. فما خدتش الموضوع باهتمام كتير يعني. عطف سعيد قال لي ده ولد كويس وبتاع، خريج معهد وكده يعني. طيب خلصنا الفيلم وفكرنا في فيلم محمد، فيلم سواق الاتوبيس. محمد كتب لي قصه صغيره كده، مش فيها قصه، حتى قالها لي على بوقه يعني كده. بس هو كان منطلق، الفكره كانت منطلقه من رؤيه محمد يعني، رغم انه طلع حاجه ثانيه مالهاش دعوه باللي قاله محمد بالمره. فلما عملت معالجه كبيره يعني كده، قراها محمد خان واداها لعاطف الطيب. فانا زعلت منه واتخانقت معاه، قلت له طب كنت تقول لي، طيب يعني قول لي وانا ارشح لك انا اديها له انا. اوكي. فقال لي معلش هو صاحبنا دلوقتي وبتاع، وهو احسن مني في يعرف اكتر العالم الشعبي قوي ده. محمد كان جاي من انجلترا لسه في هذه الفتره يعني، قريب يعني. المهم وعملنا الرحله مع سواق الاتوبيس، وطبعا كانت مدهشه. احنا عاطف مصري، حتى النخاع مصري قوي، مصري شعبي قوي، يستطيع ان يعبر عن الروح المصريه بابسط الادوات، كما لو انه ما بيعملش حاجه. خلاص. وده الفن، ده روعه الفن، انك تحس فعلا ان مفيش صنعه. تحس كما لو ان مفيش صنعه، ومن ثم يبقى هو ده العالم الحقيقي اللي انت بتشوفه وتندمج معاه وتبكي عندما هو عاطف كان يعمل كده. كنت بتحضر يا استاذ بشير يعني اللوكيشن في التصوير؟ مش بس اللوكيشن، كل حاجه. والمونتاج، المشاهد الخارجيه، كله 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 كله. والمونتاج والمزيكا، ونتكلم في المزيكا، ونتكلم في كل التفاصيل، لان كنت عاشق هذا العالم اللي هو عالم السينما، العالم الداخلي للسينما، مش مجرد الافلام. فكنت حريص قوي، خصوصا مع اصحابي وفي الافلام يعني، كل الافلام اللي انا بحبها كنت عايش فيها بالتفصيل. طيب يمكن يعني ساعتها كنتوا شباب يعني، سواء حضرتك او المرحوم عاطف الطيب، وساعتها كان نور الشريف ومرفت امين نجوم، احمد حمدي طبعا كان والده، نجوم كبار يعني. ازاي كنتوا بتسيطروا
تعملوا كنترول على هؤلاء النجوم. لا مع نور، نور بص نور الشريف الله يرحمه ليه فضل على معظم مخرجي هذا الجيل. ليه؟ لأن هو طول الوقت كان نفسه يشتغل مع الشباب، كان يحب قوي يشتغل مع الشباب. فأول فيلم العاطف هو اللي عمله، أول فيلم لمحمد خان هو اللي عمله، أول فيلم لرأفت الميه أظن هو اللي عمله. يعني هو اشتغل التجارب الأولى للمخرجين الشباب، كان يتحمس قوي إنه يشتغل معهم يعني. فكان معنا من الأول يعني نور كان معنا من مبكرا. وفي أول فيلم ليا كان هو فيه هو محمود ياسين اللي هو مع سبق الإصرار. وكنا بقينا أصحاب، وكتب لي على السيناريو كلام كتير، مع أن أنا كاتب قصة وحوار اللي مكتوب على الورق، أن أنا كاتب القصة والحوار كويس. فكان هو نور معانا ما كانش مثلا يجي لك أحيانا يقول لك مثلا المشهد ده يا أستاذ بشير كذا، ما فيش مشكلة ممكن نتناقش ممكن نتناقش. لكن مثلا الأستاذ محمود ياسين في وقعة طريفة يعني، وأول مرة قابله محمود ياسين كان جيفارا، كان عامل جيفارا في مسرح القومي، فقعد معاه بحترمه خالص يعني لأنه مثقف يعني. فقال له أن هو الفنالة رفضها. قلت له ليه؟ هو طبعا كان إخراج أشرف فهمي ومصطفى محرم كتب السيناريو. فقال ده مش ما ينفعش محمود ياسين. ليه؟ لانه نور الشريف بيغتصب مراته في اخر الفيلم. قلت له هو دي دراما. قال لا ما انت مش عارف، اصل انت لسه جديد فانت مش عارف البتاع. قلت له بص هو هيبقى كده تيك ات اور ليف ات، انا يعني شيلوا اسمي من على الفيلم. لو هتغير الفيناله دي هي دي الفيناله. وده اول فيلم اعمله في حياتي. وفعلا ايه بقى اللي فرحان بيه قوي اشرف الله يرحمه ومصطفى محرم، لان انا بالفلح اللي جواه يعني كده يعني يتقال على ميه بيضه كده. هو كده مش هينفع غير كده يعني، معلش يعني. واتعمل كده وكان من اهم مشاهد الفيلم، هو ده اللي كانت الناس تطلع تهتف بيه يعني. طب يعني بمناسبه الحديث عن هذه الواقعه بالذات استاذ بشير، بتسمع دلوقتي ازاي النجوم الجدد بيغيروا في الفينالات وبيغيروا في مشاهدهم، ويقول لك المشاهد لازم تزيد، ويعني انه كل الفوكس بيبقى عليهم في الورق؟ هقول لك على حاجه، هو دايما كان في ناس كده دايما، مش بنت الظاهره، مش بنت النهارده بس، لكن دايما، بس هي زارت قوي اليومين دول لان المجتمع فتح سكك ما كانش مختلف، بقى مجتمع مختلف نوعيا، حصل اختلاف نوعي عن المجتمع اللي كان سابق اللي كنا احنا فيه. بس دايما كان في كده النجم اللي يسيطر، اللي يقول لا ما ينفعش وتعمل وعمل وهكذا يعني. ولكن كان في ناس يقولوا لا، ومعظم الناس يوافقوا مفيش مشكله عشان يمشي اموره يعني. هنا دلوقتي بقت الحكايه زادت قوي. ليه؟ لانه كله بقى الغالبيه بتاعته بقت سبوبه، لكن في مخرجين بيقولوا لا، وفي كتاب دلوقتي بيقولوا لا، يعني عدد قليل لكن موجود مثلا. فلو عملنا نسبه وتناسب هي نفس الحكايه، كان موجود زمان موجود وما زال موجود دلوقتي. السبوبه كانت موجوده زمان كتير قوي، ودلوقتي موجوده اكتر بكتير. مصطلح السبوبه ده كان موجود زمان؟ المصطلح نفسه؟ لا عارف ان حضرتك يعني لا 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 لغوي. لا 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 ما اعتقدش، ما كانش سائد يعني. مصطلح جديد. احنا حسيناه قوي واحنا بنشتغل. حسيناه واحنا بنشتغل انه فعلا في ناس تعمل عشان السبوبه بس، عشان هي في السبعينات والثمانينات كان في مصطلح كده اسمه سينما المقاولات. سينما المقاولات دي كانت فتره كانت بتعمل الفيلم بيتصور في 11 يوم. ايوه 12 يوم. يعني ايه بقى؟ حط الممثلين على الحيطه وصور صور صور صور. احنا متوسط لما نبقى شاطرين قوي، انا اخرجت وعارف يعني، بنبقى شاطرين قوي نعمل اربع مشاهد في اليوم. السيناريو 120 مشهد مثلا. فشوف يعني هياخد له اربع اسابيع. اربع اسابيع في المتوسط يعني، اربعه خمسه، يوسف شاهين كان ياخد سته. ف
دول كانوا بيعملوها في 12 يوم والموضوع بسيط، وعشان نحط عليه اعلانات معمول فقط عشان يبقى شرايط حط عليه اعلانات وتذاع بالاعلانات. ودي فتره ما استمرتش طويلا يعني، لكنها كانت موجوده في الثمانينات متهيألي، يعني في السبعينات اخر السبعينات الثمانينات صحيح. طيب حضرتك يعني اشتغلت مع نجوم كبار، يعني لسه كنا بنتكلم عن سواق الاتوبيس نور الشريف، احمد زكي ضد الحكومه، عادل امام الحريف، صحيح ثلاثه من يعني من نجوم السينما صحيح المصريه. احكي لنا كده باختصار يمكن تجربتك مع كل واحد فيهم، ايه الفرق بين تعاملك مع احمد زكي عن نور الشريف عن عادل امام؟ هقول لك، نور الشريف رجل مثقف، رجل سينما، اقدر اقول عليه رجل سينما مش مجرد ممثل يعني. لما تخش مع نور الشريف فيلم تبقى موقن انت هتخلصه امتى، لانه راجل ملتزم او شديد الالتزام جد، وبيشتغل على بس نور كممثل بيشتغل كتير على الشكل، على الشكل الخارجي للشخصيه، على اللبس بتاعها، على على طريقه الاداء، بيعمل لها لازمات، بيعمل لها حاجات يعني. يعني مثلا في في في, في مع سبق الاصرار كان عامل لازمه للشخصيه مصالحي انه يعني يغمض عينيه كده وبتاع وعامله زي ما كنا. فقال لي ايه رايك؟ قلت له حلو قوي جميل مش وحشه يعني، بس انا ما كنتش كاتبها يعني، هو اللي عملها. فهو ده نور. احمد زكي نفس القطعيه بتاع سعاد حسني نفس وسعاد حسني عملت معاه موعد على العشاء. فهو ايه قدام الكاميرا بيطلع يتوهج وهو داخل وفاهم وحاسس وكده، ويعمل المشهد وبعدين يبقى باصص لنا ورا الكاميرا ايه الاخبار، يشوف رد الفعل، يشوف رد الفعل على طول. وهو بيعمل، هو صاحب بيشتغل بنظريه التقمص الكامل، التقمص الكامل للشخصيه كويس، عمل ده في 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 معظم افلامه يعني. ده احمد زكي. احمد زكي بس كان احمد زكي بيبقى عاوز يعني ايه، ما تقدرش تسيطر عليه زي ما كنت بتسيطر على نور الشريف. نور الشريف هو من نفسه منضبط وملتزم، ما تقدرش تسيطر عليه في المواعيد، في في المواعيد وفي الحاجات دي، لكن في التمثيل لا طبعا هو متفوق شديد التفوق يعني. عادل امام جواه هايل يعني، بني ادم هايل جواه، وجواه اسى في الحريف كان ايه في مشهد كده قلت له انت فعلا عينيك فيها حزن قوي يعني. وعمل الفيلم لانه فيلم كان غريب بالنسبه لعادل، هو المفروض كان احمد زكي هو اللي يلعب، المفروض كان احمد زكي بس اختلف في احمد زكي مع محمد خان في الشكل. ايوه فقال لي نجيب عادل امام مكسب مفيش مشكله خالص يعني. وانا عارف ان احمد زكي بيتنقر مع محمد خان، كانوا دائما النقار مع بعض يعني، هو عقرب وده عقرب فالاثنين كانوا. المهم عرضنا الفيلم على، بعتنا سيناريو لعادل امام ففرح بيه قوي، واحنا كنا متوقعين ان هو ما يفرحش بيه لانه ايام كان عامل افلام كتيره قوي، المتسول لا مش يعني المتسول ومش اللي هي ايه الكوميديا الشديده قوي يعني الشعبيه قوي. فده فيلم فيه حساسيه مرهفه وبيشتغل زي ما قلت لك على الهامش الشعري للواقع مش الواقع بس وكده، وحبه وعمله حلو يعني. وكان انتاجنا، كان الفيلم الوحيد اللي انتجناه انتجنا اللي هو مين؟ انتاج انا ومعاطف، انا وعاطف ومحمد خان ونادية شكر الله يرحمهم. وعملنا شركه اسمها الصحبه وهذه الصحبه انتجت فقط الحريف. بس ليه بس الحريف؟ لان مش سكتنا الانتاج. خسرته؟ لا بديم. رجعنا، بس رجعنا على المدى الطويل يعني، رجعنا فلوسنا كامله بس بعد توزيع الفيديو. فدول انت قلت لي عليهم اللي هم ثلاث نجوم، منهم سعاد حسني هي كانت صديقه حضرتك، كانت صديقتي قوي وهي شخصيه نفس سكه احمد زكي، نفس القماشه بتاعت تقمص الشخصيه، تقمص الشديد انها تعيش الشخصيه
تعيش بوجدانها ومشاعرها وكده الشخصية اللي هي بتعملها يعني. دي صورة لحضرتك انت وسعاد حسني و الثالث ومحمد خان. محمد خان ده كان في موعد على العشاء وكنا بنتكلم عن السيناريو، كان لحظات في السيناريو وبتاع وانا ما كنتش واخد بالي خالص ان في حد بيصور. هي سعاد خدت بالها. واضح يعني مبتسمة ابتسامة لطيفة. هو انا عملت لهم مفاجآت في الفيلم ده مدهشة يعني. في الفنالة احنا كنا كاتبين النهاية ان هي بتحط له السم في الاكل وبيموت. فلما جينا ننفذ قبل ما ننفذ على طول قروا المشهد هي ومحمد فاندهشوا جدا لان انا خليته يقول لها انت ما بتاكليش ليه؟ ما تاكلي. فقالت طب هنعمل ايه؟ قلت لها هتاكلي. قالت انا عارفه ان في سم. قلت لها اوكي. ما هو عنده على وشه ابتسامه واثقه من نفسه قوي قوي وهو يعني انا ما شفتش الفيلم ده في الاخر مؤخرا حسيت ان هو اسطوره في واحده بتبحث عن حريتها الحقيقيه. واحدة بتدور على حريتها وفي واحد كابس على نفسها ومنعها ويوم ما تتجوز واحد يقتله. ف اندهش قوي. طب انت غيرت الفينال؟ قلت لهم ايه رايكم؟ قالوا حلوه بس صعبه. فعلا صعبه. بس قالت طب اعمل ايه؟ قلت لها كلي. قالت طب اكل زي. قلت لها كلي بزياده عشان ايه؟ تطمنيه وتخليه ياكل. بس طيب جميل. يعني قبل ما نسيب يعني سواء الاتوبيس من يمكن نتائج هذا العمل الرائع انه سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه بعد الفيلم طلبت انكم تشتغلوا معاها. صحيح. بس ما فيش حاجه تمت. بعتت لنا وعاطف الله يرحمه وقالت لي عاوزين نعمل فيلم. قلنا لها حاضر هنحاول لو في شخصيه هنعمل. فما حصلش ده فتره طويله لغايه في يوم كان في قصه حكايه منشوره في الجرايد. واحده ست من الصعيد قوي جواني وانا رحت شفت المكان اللي هي فيه في اي محافظه في انا في حته صعبه قوي وسط حقول القصب شافت الحسين في المنام والحسين في المنام رؤية ولم تستطع أن تملك نفسها فعلا وبعد الكم فرخة اللي عندها وكم بتاع راحت تزور الحسين وما تعرفش وعندها طفل رضيع على كتفها. فنزلت في محطة مصر وسألت على الحسين فقالوا لها تمشي كده 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 وبعدين تخش يمين ومش ازاي. فجت قدام سينما ريفولي وكانت تعبت وانهكت حسب ما انا عرفت يعني وقعدت على الرصيف شايله ابنها وابنها بيعيط طبعا مش قادره ترضعه وابنها بيعيط لاجل حظها التعز في الفتره دي كان في ناس بيخطفوا الاطفال. فواحد عنا له ان هو يقول لها انت جايب الواد ده منين؟ مين الواد ده؟ فلم تستطع ان تجيب هذا حقائق هذه وقائع. دي قصه حصلت قصه فعلا. منشوره كان ف ما عرفتش ترد عليه خالص يعني فقال لها هات الواد خده منها وراح اتسلمه للبوليس. هي بعد ما الناس مشيوا وهو مشي ما بقتش عارفه تعمل ايه. فبدات تصرخ او تعمل حاجه يعني دعتهم لان هم ياخدوها يودوها المستشفى المجانيه. راحت مستشفى المجانين من ساعه ما دخلت وهي عماله تصرخ ورفضت الاكل ورفضت الحياه وماتت. قصه مؤثره. انا شفت القصه دي ورحت شفت بيتها شفت مكانها وبيتها. طيب انا عايز بس اعرف النهايه بس خلينا نشوق المشاهدين لانه انا عندي اتصال مع الفنانه الكبيره لبلبة وطبعا اللي جمعك معاها ضد الحكومه مع الراحل الكبير احمد زكي. مدام لبلبة مساء الخير. مساء الخير يا استاذ بشير بحييك. مساء الفل يا جميل. ان انتم مع بعض في اللقاء الحلو ده يا ريت كنت معاكم. ربنا يخليكي. مدام لبلبة ماذا يعني لك بشير الديك؟ ده الاستاذ بشير له فضل كبير عليا زي الاستاذ عاطف الطيب. يعني انا عملت اهم فيلمين في حياتي الفنيه. يعني انا عامله
86 فيلم. انا بعتبر ليله ساخنه وضد الحكومه من اهم افلامي. صح. واهم ادواري اللي انا عملتها كان بالنسبه لي دور جديد ما يعني ما كنتش عملته قبل كده. الفيلمين كنت بقدم شخصيه مختلفه خالص عن الافلام اللي انا عملتها. الناس كانت دايما عارفه ان انا بقدم الافلام اللي فيها كوميديا، لكن ضد الحكومه كانت مفاجاه بالنسبه للجمهور. وطبعا الفضل ربنا والاستاذ عاطف الطيب والله يرحمه والاستاذ بشير، يعني مش ممكن ابدا، فضلهم كبير عليا بعد ربنا. وبعدين برضو ضد ليله ساخنه خدت فيه حوالي 9 جوائز كاحسن ممثله. فطبعا مش ممكن انسى الايام الحلوه وقد ايه قدمنا. كان في فرصه حلوه ان انا اقدم دور من اهم ادواري. الحمد لله. ازيك وزي صحتك؟ وحشاني. الحمد لله. انت اللي وحشني والله. انا من زمان ما كلمتكيش، بس انا فعلا بعتذر بشده نونيا. لا ده انا يعني معلش سامحني اللي انا برضو يعني ما اصريتش ان انا اكلمك واسمع صوتك، وانا مبسوطه قوي قوي انه قدرت اتكلم معاك واسمع صوتك في البرنامج. وعايزه اقول لك انك وحشني ربنا يخليك. ان اقدم حاجة حلوة من كتابتك والله. إن شاء الله إن شاء الله. قد إيه كانت أيام جميلة. الحمد لله. الحمد لله. أنا دايما دايما بقول إن قد إيه كان ربنا بيحبني إن عملت فيلمين مهمين من كتابتك والله. أنا عارف إن حضرتك في الشارع دلوقتي مدام لبلبة، مش هطول عليكي. والله كان نفسي أتكلم أكتر أنا في الشارع، وطلبت إنهم يكلموني بعد ربع ساعة عشان أكون وصلت، قالوا لي لا ده البرنامج مفيش وقت. بس فرصة سعيدة جدا إن سمعت صوت حضرتك أستاذ بشير. شكرا لحضرتك مدام لبلبة الفنانة الكبيرة طبعا، ويعني إن شاء الله يجمعكم عمل كريم يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نكمل قصه السيده الصعيديه دي اللي هي دخلت مستشفى للمجانين. ماتت في المستشفى مش كده؟ بالظبط. واتنشر الجرنان في الـ في الـ في اتنشر الحادثه بتاعتها في الجرنان في مجله. وكنت انا ايامها في الثقافه الجماهيريه. فواحد قال الست دي من بلدنا. واحد في الثقافه الجماهيريه. قلت له منين؟ قال لي من حته اسمها مش عارف ايه كده الحويدات ولا ايه. و رحت واخد عامل رحله، خدت العنوان وعملت رحله لبيتها. فبيتها في وسط القصب وفي شريط قطر بضاعه بيشيل القصب يعني اللوكيشن ده جنب نجع حمادي يمكن. ايوه لوكيشن جميل يعني. لوكيشن فعلا مختلف خالص يعني. ودخلت فسالوني قرايبها انت تلفزيون ولا جرايد؟ قلت لهم لا انا تلفزيون. فقعدوا بقى يحكوا لي هي ده مثلا ازاي تطلع الاسطوره. يعني كان في سبحه محطوطه متعلقه على بتاع، فلما ماتت السبحه اتحرقت وعملت الاثر ده. يعني ايه انا مقدر الحكايه يعني. المهم فعملت معالجه وقدمتها. كان السيدة فاتن حمامة الجميلة في المونتاج بتتابع أحد أفلامها يعني، واتقابلنا في المونتاج. قلت لها عندي ليك موضوع. قالت لي يا ريت. قلت لها طيب هجيبه لك. قالت لي إمتى؟ قالت لي ممكن تجيبه دلوقتي؟ قلت لها قالت لي بعد ساعة أنا هبقى في البيت. قلت لها أوكي بعد ساعة هكون عندك. ورحت لها فعلا بعد ساعة ومعايا اللي أنا كاتبه ومعايا المجلة. فقالت لي الله بس أنا هبقى عندي طفل رضيع. قلت لها بصي شوفي الست دي الست. صورتها. قالت لي صحيح. طيب. يعني كان قصدها انها كبرت على ان يكون عندها طفل رضيع. فالست هي شكلها اصبى من الست اللي في الواقع. مدام فاتن فالمهم ايه؟ قلت لها طيب هكتب اعمل معالجه بقى واجيبها لك وان شاء الله. انا لقيت الموضوع قاسي بالغ القتامه يعني في قتامه مدهشه يعني. فواحد صديقي صيني ربنا يديله الصحه بقى دلوقتي هانيان راح يقدم المعالجه لنفس الفكره دي القصه دي من نفسه ما كانش يعرفني. فقالوا له ده بشير ديك مقدم نفس الحكايه. صيني
صيني يعني هانيان صاحب مطعم مطاعم هنا في مصر يعني. طب ايه هيقدمها فين؟ هنا وكان مصري صيني مصري وخرج من معهد السينما ودفعه صيني مصري شريف عرفه وكده يعني. اول مره اسمع بصيني مصري. فالمهم قالوا له كده فجاء كلمني بقى الاول ما كان تعرف من خلال ده. قال له انا قدمت الموضوع ومش عارف ايه وقالوا انك انت كاتبه. قلت له صعب عليك يا هاني وقاتم وبتاع. قال لي نفسي اعمله. قلت له خلاص اوكي. وسحبت القصه من المعالجه من الرقابه وعملها هو فعلا بس عملها بسهير البابلي اظن. اوكي. بس ده كان علاقتي بالسيده فاتن حمامه وطول الوقت كان عندي تصور ان انا اعمل لها فيلم. المشروع الذي لم يتم. ما حصلش. للاسف. طيب قبل ما نكمل حوارنا استاذ بشير خلينا يعني احنا استطلعنا اراء بعض النقاد ماذا يعني لهم بشير الديك نشوف قالوا ايه. استاذ بشير من يعتبر من علامات السينما المصريه يعني افلامه شكلت وجدان المجتمع. بنتكلم في فيلم الحريف، فيلم الهروب، فيلم سواق الاوتوبيس، افلام كتيره مش عايز انساها. افلامه كانت بتدل على قد ايه هو حاسس بالمجتمع المصري وقادر يعبر بيه بشكل سينمائي كويس. جه في توقيت مع مجموعه سموا نفسهم او اطلق عليها الواقعيه الجديده. كانت بتضم استاذ محمود ابو زيد، بتضم الاستاذ وحيد حامد. المجموعه دي ظهورها في السينما في السبعينات والثمانينات، دي انقذت السينما المصريه لان السينما المصريه كانت بتعاني قبل المرحله دي زي ما احنا بنعاني حاليا. قدروا ان هم يوصلوا للمشاهد البسيط، للجمهور البسيط. واحد من اهم فرسان كتابه السيناريو في مصر تحديدا في نهايه السبعينيات والثمانينات والتسعينيات. لو جيت اشوف بدايه بشير الديك في عالم السيناريو هلاقي ان هي متواكبه مع وجود حركه سينمائيه جديده اطلق عليها في يوم من الايام السينمائيين الجدد. هلاقي ان عندي مثلا عاطف طيب الله يرحمه، محمد خان، خيري بشاره، داوود عبد السيد، مجموعه كبيره جدا. لك اي تعليق؟ جميل. يعني جميل انه فعلا في معظمهم شباب، تنوع ومعظمهم شباب وفي تنوع في الرؤية يعني فيهم حد محترف او قريب من الاحتراف وفيهم اخرين شعب جمهور عادي فيما اعتقد يعني مش نقاط سينما يعني. استاذ بشير انا قريت كده انه يعني اللي كتب فيلم الهروب هو حضرتك مش حد تاني، ده صحيح؟ لا اللي حصل انه انا كنت متفق مع عاطف من الاول يعني انه كل الافلام اللي بيجي له بيقراها السيناريوهات بيقراها لي يعني وانا بقرا له السيناريوهات بتاعته. فمثلا بعد ما عمل سواق الاوتوبيس مباشره كان عنده عنده سيناريو فقريته فقلت له عاطف ليه تعمل ده؟ ليه؟ انت عملت سواق الاوتوبيس ما فيش داعي. كان اقل؟ كان كثيرا. اقل كثيرا؟ كثيرا. وكان اللي كاتبه المجموعه بتاعت اللي كاتبه الفيلم الاولاني. يعني. اللي هو الفيلم الاولاني العاطف. في اول فيلم له. ليه اسمه ايه ده؟ مش فاكر اسمه ايه. فالمهم جاب لي الحادثه كانت منشوره المشهوره الحادثه بتاعت ويليام زخاري. في اللي هو هرب من المحكمه قاعه المحكمه وكانوا بيطردوه كده يعني وكان مكتوب سيناريو فعلا. فانا قلت لعاطف قلت له بص ده السيناريو ده ممكن تعمل فيه كذا 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 كذا. فقال لي دلوقتي مصطفى محرم مش موجود ومعلش تعمله يعني. قلت له عاطف يعني قلت له مصطفى محرم ده استاذي يعني انا دخلت عالم السينما من خلال مصطفى محرم واشرف فهمي في البدايه يعني. فقال لي عشان خاطري وكان في احمد زكي احمد زكي برضو اتكلمني وكان بيتحايل عليا منتصر ايوه. فالمهم كتبته كتبت السيناريو شفته يعني شفته وكتبته. بعد كده
قلت لهم بقى كان هو مدحت الشريف عاطف ومدحت الشريف كان المنتج. كلمت مصطفى فقال له لا ده كلام. قال خلاص بقى ما خلاص الفيلم مش عارف ايه. انا ما اعرفش هو كلمه ولا لا. بس اللي حصل انه هم قالوا لا وبتاع. فانا انفعلت واتغاظت. وقلت لهم لا خلاص اسم الشركه كتب عليه. لا ازاي وما ازاي بتاع. اقسمت ان اسم كتب عليه. قلت له احنا بنا افلام تانية مش مشكله خالص يا عاطف. يعني كده والله عاطف طيب بكى في هذا اليوم. طب ايه كان رد فعل الاستاذ مصطفى محرم؟ لا ما فيش بقى ما خالص. ما هو اللي حكاه لي سامي السلمون الله يرحمه اول نسخه كانت بتتعرض اللي خرجت من المعمل. فهو كان حاضر ففي نص الفيلم قام مشي. قام خرج من ال شافوا انه مش فيلمه. كان يعني في اختلاف شديد حصل. بس انا طبعا ندمت ان انا ما كتبتش اسمي بعد كده. بعد كده لكن هو كانت لحظه انفعاليه وزعلت منهم يعني قوي. على اساس انك يعني يعني من باب العرفان للاستاذ مصطفى محرم. طبعا قدمك وكده. طبعا ما يصح ما كانش ينفع. كان لازم قلت لهم سيبونا استاذن انا لا. المهم انا بسميه الفيلم ده عريس السينما المصريه. يعني بعشقه. بعشق اتفرج عليه. الهروب. الهروب مش لوحدك. وانت لو شفته هتلاقي قريب قوي من افلامي اللي انا بحبها قوي. يعني علاقه منتصر بامه وعلاقه منتصر بمش عارف بناسه وباهله. يعني ده تصور في بلدنا على فكره. والله في الحالب اسمه الحاجر. الحاجر. هو على فكره في كذا حاجه اسمها الحاجر. والحاجر انا كنت موجود طبعا في قريه في مركز اسمه ساقلتا في في ساقلتا. كنت موجود يوم تصوير الجنازه. هذه الجنازه المدهشه. اللي مدججه بالسلاح. ده صحيح. لا طبعا واصلا عاطف الطيب برضه من عندنا. ايوه من 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 جزيره الشورانيه صح. السرانية. انا رحت قعدت معاه اسبوع هناك. ده صحيح. في الجزيره جوه الجزيره بتاعتهم دي. نفخر بعاطف الطيب. طيب الحريف. الحريف اتظلم جماهيريا؟ الحريف لانه سوفيستيكيتد قوي لانه فيلم شاعري قوي وما هوش مستفز مش مستنفر يعني. فاقول لك على تجربه لذيذه حصلت يعني. في سنة من السنوات كان النقابة بتعرض الأفلام في سينما في سينما ديانة أظن أو حاجة بتعرضها في فترة بالليل لغاية السحور يعني أو تاخد الحصيلة للنقابة عشان تعمل بها مشروعاتها يعني. فكان في سواق الأتوبيس وتاني يوم الحريف. الناس قابلوا سواق الأتوبيس والله اكتر من 6 مرات تسقيف. تاني يوم بقى وكاتب بس كانت الصاله مش مليانه. تاني يوم الصاله كانت مليانه قوي وجايبين الكراسي اكسترا. وهم مش متعودين يشوفوا الفيلم ده. مش متعودين يشوفوا عادل امام كده. فبداوا يتكلموا بعض يعني ده الليله مش خالصه ليه كده طيب في ايه يعني حاجه كده. المهم فعلى ما خلصنا كان نص السينما مشيت لان كان رمضان والناس بتلحق تروح للسحر بقى يعني. فدي التجربه تقول لك انه الناس يعني فيلم مش شعبوي. سواء الاتوبيس فيلم شعبوي شعبي قوي لكن ده فيلم مش شعبي قوي لانه اكثر نعومه واكثر تركيبا من سواء الاتوبيس. طيب دي نوعيه بقى من النوعيات اللي هي يعني حفرت في ذاكره السينما المصريه والعربيه بشكل عام. في نوعيه اخرى جمعتك بالفنانه ناديه الجندي الفنان الاستاذ نادر جلال. يعني ايه الفرق بين التجربتين؟ بص ناديه الجندي فنانه جميله قوي فعلا يعني ما فيش في حياتها غير السينما. يعني هي عايشه فقط للسينما وبس يعني. اتفقنا واختلفنا معاها في طريقه الاداء لكن هي مديه وقتها وحياتها كلها للسينما. فكان اول حاجه هيعملوها لان كان اسمي خلاص تعرف يعني. ف بعتوا لي
قصة للسيدة حسن شاه الله يرحمها، مش عارف توفت ولا لا، الضائعة. فأنا عجبتني القصة قوي، فقلت لهم اوكي هعملها، ورحت كتبتها وبعت لهم السيناريو، وكنت متصور ان هم هيرفضوه، لكن فوجئت بانه محمد مختار صديقي الجميل جوزها وهي المنتج. كلموني المنتج وهي وفرحانين جدا بالفيلم جدا. فقلت طب والله هاي خلاص على البركة على البركة. واتعمل هذا الفيلم واتكتب عنه نقديا ما لم يكتب عن افلام نادية الجنة، يعني من ضمن الناس اللي كتبوا عنه سمير فريد وقال كده بالظبط، انه موضوع الضائعة نقل مش عارف نادية الجندي، لا المخرج نادر جلال، نادر جلال من مخرج من مخرج جيد لمخرج كبير. انا فاكر الاكسبريشن ده يعني، واستقبل استقبال جيد يعني. فده كانت اول دخله لعالم نادية الجندي. ده اللي شجعك بعدين عشان تعمل مهمه في تل ابيب؟ مهمه في تل ابيب برضو كان لها ذكرى اذا عندك وقت اقولها يعني. طب انه محمد مختار كنت بروح له، كنا اصحاب يعني، فقال لي عايزين نعمل فيلم مخابرات. قلت له سلام. قال لي والله. كان معمول قبلها بشويه الصعود للهاويه وكده. مديحه حكام. مديحه حكام. فقلت له طبعا مراتك اللي هتمثل. قال لي طبعا. قلت له طيب. نطلع والله واحنا قاعدين في المكتب عندنا. نخليها جاسوسه. قال لا. الناس هتكرهها. يعني الناس تكرهها. قلت له هي جاسوسه. بس في اول الفيلم بنشوفها رايحه تعترف للمخابرات المصريه وتقول لهم انا جاسوسه. وابدا اشوف ليه بقت جاسوسه وازاي بقت جاسوسه وتستعمل. قال لي هايل. عجبته الفكره. عجبته الفكره وعملناها، والفيلم نجاح جماهيري ونجح جماهيري قطع النظير. يعني في اي كفه بتضع هذه التجربه والتجارب التي سبقتها؟ هقول لك على حاجه. الفيلم انا عندي يقين كده، اذا ما كانش فيه مغامره ورغبه في الاستكشاف والبتاع يبقى مش فيلم، ويبقاش فن يعني. ما فيش فن، الفن روح المغامره فيه هي الاساس. فالافلام اللي عملتها مع نادى الجندي كانت فعلا فيها روح المغامره لغايه لما جينا لمرحله من المراحل كانوا عاوزين نعمل فيلم بتاع، فقلت لهم لا معلش خلاص كفايه كده قوي. انا كفايه كده قوي ونادي كفايه قوي، لازم نغير يعني، انت تشوف ناس تانية وانا اشوف ناس تانية. طب دي مغامره. طب حلق حوش ده مغامره برضو؟ طبعا تحفه، انا بحبه جدا. ده فيلم بحبه خالص، محمد عبد العزيز. ده اخراج محمد عبد العزيز الله يرحمه. وده كان فيلم كوميدي، لما كنا بنقراه كنا بنتفضص على بنضحك بنضحك نضحك يعني، لانه فيلم جميل. اتنين بؤساء واقفين على ساكنين من فوق سطح واتفرجوا كل يوم على سينما وبعدين عاوزين يعملوا ده. انا بحب الفيلم ده. يعني هو ما كانش عناصره الانتاجيه والحاجات دي بقوه الافلام الاخرى، لكن فكرته انا بحبها، ولما بفتكرها بضحك ابتسم يعني. طيب نستكمل او نختتم المغامرات الفارس والاميره. الفارس والاميره دي برضو مغامره جدا. طيب ما هي دي مغامره. نعرف الناس بس الاول، الفارس والاميره ده كرتون. الفارس الأميرة في أول فيلم رسوم متحركة مصري وعربي، فيلم روائي رسوم متحركة مصري وعربي للعرض في دار العرض في السينما يعني، ومدته ساعة ونص زي أي فيلم روائي. وهو بيتكلم عن الفارس محمد بن قاسم الثقفي اللي راح ينقذ الأسيرات في بتاع، وهو غاوي. الولد كان بيتأسى بأسامة بن زيد لدرجة أنه سمى الحصان بتاعه، الحصانة بتاعته سبحة على اسم حصانة أسامة بن زيد. وبعدين بخش بقى في مغامرات. مغامرة هي مغامرة مغامرة مغامرة، وفيها بقى أسطورة وفيها ملحمة وفيها جو عفاريت يعني.
وكبير الكهنة وكبير يعني فيها الجو اللي هو يصلح. لأن هو أنا رأيي أن أفلام الرسوم المتحركة بتخاطب الطفل جوه الناس حتى الكبار. يعني في الكبار بيعشقوا الأفلام دي لأنها بتخاطب الطفل اللي جواها. صحيح. لأنها بتتكلم عن أولا فن تشكيلي طول الوقت ميوزيكال مزيكا على أعلى مستوى المفروض. كمان فيه الصدق والبراءة والشجاعة في مواجهة ما هو عكس ذلك يعني. فلما عرضوه عليا ان انا اعمل ده كنتش اعرف. كان عرضوا عليا حسيب الله يرحمه والمنتج اللي هو الاستاذ عباس. فقلت له طيب نعمل رسوم متحركه ازاي؟ فوراني اللايون كينج وانستازيا افلام وفيلم هانش باك اظن. فشفتهم فقلت له دي ماستر بيسز يعني دي حاجه عبقريه يعني. فقال لي هنقدر. قلت له نقدر نعمل حاجه زي كده. فوراني كانوا قصص عاملينها قصص القران الكريم وحاجات من هذا القبيل يعني. احنا دلوقتي بنعرض مشاهد من هذا الفيلم فارس والاميره وده اللي هيتعرض في مهرجان الجونه اللي جاي ان شاء الله. مش كده؟ باذن الله. سيناريو واخراج حضرتك. ايوه بالظبط كده. بمناسبه فكره او خطوه الاخراج انك اخرجت بعض افلامك ده كان يعني كان بناء على ايه؟ هقول لك. مش انا قلت لك من الاول انا كنت جوه المطبخ طول الوقت. يعني مش مجرد اكتب واسلم الورقه. جوه المطبخ جوه بشاكس يعني. عايش جوه العالم الداخلي للفيلم. فبقيت ملم الى قدر كبير بمفرداته. بمفرداته ازاي يتعمل ازاي يتعمل ديكوباج. وعاطف كان بيعمل ديكوباج كامل وانا كنت حابب ده قوي. فجت فكره الطوفان. قلت له ده لازم تعمل فيلم. واحد حكى لي على الحكايه دي. وامه ما رفضت بتاع وتقسم نفس الموقف. فقلت له ده لازم تموتوه. فقال لي ده. قلت له انا ده هموتها في الفيلم. وعملت فيلم من هذا النوع وفيلم ده وصورناه وطبعا كان فيه نجوم جامدين يعني. وانا مخرج بقعد مع انس ابو سيف نتكلم في الـ في الـ في الـ في الديكور وفي الاضاءه هتتعمل ازاي وهيبقى فيه ايه وهكذا يعني. يعني عاش ده. وكتبت الديكوباج كامل للفيلم اللي هو الديكوباج اللي هو السيناريو التنفيذي يعني لقطه كبيره لقطه صغيره تقطيع المشاهد الى لقطات بس. ف بعد كده بقى ده خلاني اخرج. بقيت بخرج وانا مطمن يعني ما فيش مشكله عارف التفاصيل يعني. لما جت للتانيه دي كان اخرجتها خلاص. كنت اخرجت فيلمين وكان حسيب مات الله يرحمه قبل السيناريو ما يتكتب. فلما كتب السيناريو المنتج قال لي ما تخرجه مش انت اخرجت فيلمين. قلت له قال لي طب ما تخرج ده. فقلت له هخرج 10 دقائق واشوفهم لو عجبونا اكمل. فعملنا 10 دقائق وعرضناهم في الدار في الاوبرا في الاوبرا بتاعتنا اللي هنا دي. وكان واقع الله يرحمه الاستاذ احمد الحضري كان موجود. فقام يتكلم عن اللي شافه ده والله وعينيه دمعت. قال مين اللي عمل ده؟ عملته ازاي؟ فقلت للولاد قوموا يا ولاد. الولاد المحركين واللي رسامين واللي رسمين خلفيات وكل جيش مجموعه يعني. قلت لهم هم دول اللي عملوا الفيلم. سقفوا الناس وطلبوا اعادته تاني. فده شجعني ان انا اكمل التجربه للاخر. ايه الفيلم اللي كان يتمنى بشير الديك انه يكتبه؟ يعني من الافلام اللي اتكتبت كتبها اخرون وكان يتمنى انه يكتبه بشير الديك. عودة الابن الضال ليوسف شاهين. انا اعشق هذا الفيلم ليوسف وقلت له الكلام ده وبقى فرحان بيه قوي قوي يعني الله يرحمه. و
من الافلام برضو اللي اثرت فيه قوي 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 الارض. يوسف شاهين برضو. حضرتك متاثر بسينما شاهين؟ اه. وعز الدين، عز الدين عبد الرحمن الشرقاوي طبعا. ده عبد الرحمن الشرقاوي و كان في عبد الرحمن الخميسي وعزة العلايلي ونجوى ابراهيم ومحمود المليجي طبعا، والمليجي العظيم طبعًا. كلهم كانوا في اعلى في احسن حالاتهم يعني الحقيقه. صحيح. ايه الفيلم اللي نفسك تكتبه؟ والله بص اقول لك الحاجه، نفس لو ما كانش حاجه غير عاديه مش هتشدني يعني، ما كانش حاجه تقدر، خاصه فيلم لازم يبقى، لان الفيلم اقرب الى القصيده الشعريه، في التكثيف ده وفي الاختصار ده وما فيش فيه الثرثره يعني. فلو لقيت حدوته اجبرتني على ده يعني هعملها على طول. احنا سعدنا بوجودك معانا استاذ بشير، ربنا يخليك ويبارك، ربنا يديلك الصحه، ودمت مبدعا ومخلصا لفنك. الحمد لله، ربنا يخليك ويبارك لك، شكرا على هذا اللقاء الجميل يعني. والله احنا يعني للاسف الوقت يعني سرقنا، لكن في حاجات كتير ما تكلمناش عنها، لكن على وعد ان شاء الله من حضرتك انك تيجي لنا مره ثانيه عشان نستكمل هذا ان شاء الله تحت امرك. شكرا جزيلا الكاتب السيناريست الكبير بشير الديك. شكرا. مشاهدينا بكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام، نشوفكم بكره في نفس الموعد، بكره لا نشوفكم يوم الاحد، انا نسيت خالص، يوم الاحد باذن الله في نفس الموعد 8 مساء بتوقيت القاهره. تصبحوا على خير.